في هولندا أعلن الإغلاق الشامل، وفي بريطانيا وصف الوضع الصحي بالحدث الكبير الذي يستلزم ردا منسقا. أما فرنسا فقد ألغت احتفالات حلول السنة الجديدة، ودول أخرى كإيرلندا والدنمارك وسويسرا تسير في اتجاه تشديد الإجراءات. هذا هو الوضع حاليا في القارة الأوروبية التي تودع سنة 2021 على وقع الطوارئ. يجب أن نثمن كثيرا ما لدينا اليوم ونرى ما يقع في الجانب الآخر. ما يقع في النقطة الثانية في الجانب الآخر هو أنه كان ضغط كبير على المنظومة الصحية. باش نعطيه أرقام باش نستفهم، لكن تا منظومة صحية في العالم أنها تواجه 100,000 شخص، 100,000 إصابة في اليوم. الآن بريطانيا تصل إلى 100,000 حالة يومية، إلى خدين غير واحد النسبة دي 0.5% دي الأشخاص اللي عاد يطوروا حالة حرجة ويضطرون إلى الذهاب إلى المستشفيات. فهؤلاء الأشخاص بطبيعة الحال سيجعلون ضغطا كبيرا، لأن ستكون أعدادهم بالآلاف. أما في المغرب فقد كانت المقاربة الاستباقية سيدة الموقف عبر إجراءات حاولت من خلالها المصالح الصحية تحصين المغرب من المتحور الجديد كإغلاق الحدود أواخر شهر نوفمبر الماضي، خطوة تأتي حفاظا على المكتسبات التي راكمتها البلاد في أفق بلوغ المناعة الجماعية. إذن المغرب كان دائما يستثمر الوقت الثمين الذي يفصله بين انتشار الوباء في الدول الأخرى ووصوله إلينا بالاستعداد من خلال مقاربة عقلانية تعي الإمكانيات الموجودة لدينا. إجراءات احترازية واستباقية سبق أن كانت محط تقدير من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث أشادت المنظمة الأممية بجهود المملكة المغربية خاصة على مستوى تدبير حملة التطعيم التي اعتبرتها رائدة على الصعيد الإفريقي والعالمي.